سعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج نون موضوع اليوم جميل جدا كما هو معتاد اختيارات أسرة البرنامج إن شاء الله تكون موفقة وتحوز دايما على إعجابكم التواصل الجميل والفعال والآمن واللي دايما فيه صفات حلوة وجميلة نتمنى يكون دايما في أسرنا في مجتمعنا في بيئة العمل في كل مكان ونتمنى ايضا يكون هناك دائما تواصل ايجابي مثل ما بيني وبين امل الحياة أمي الله يا الله يحييك حبيبتي ريم وان شاء الله دائما التواصل يكون ايجابي وامن وفعال بيننا وبين الجميع ايضا يحضرني بيت شعر يمكن قديم ما ادري هل انا اقوله صحيح او في شيء يقول ينشا ناشئ الغلمان كما رباه اباه فالابوان ينشئون الجيل الجديد على ما هم تربوا عليه ايضا صحيح. فالتواصل بيننا وبين عيالنا ممكن يخليهم هم في المستقبل يتواصلون مع عيالهم ومع غيرهم فان كان تواصل ايجابي اذا احنا ننشئ جيل ايجابي قادر على التواصل الامن واذا كان التواصل غير ايجابي فبالتالي النتيجة معروفة طبعا، عندنا اليوم حلقة مميزة مع ضيفة مميزة، فايش رايكم تكونون معانا وتتابعونا بس بعد هذه الفقرة؟ حياكم الله مشاهدينا بفقرة جديدة، بوصفة جديدة، اليوم بنسوي لكم شوربة البروكلي بجبن الشيدر. المكونات عبارة عن جبن شيدر، جزر، طحين، بصل، حليب كريمة بروكلي وبرقة دياي أول شيء راح نبلش فيه نحط له شوية زيت وراح نحط الحين البصل لازم إنه يكون بصل أبيض نضيف شوية ونضيف الجزر على طول الحين راح احط الزبدة احنا احنا ما حطيناه كبداية عشان ما نبي الزيت يحترق عقب ما ذبل البصل والجزر حطينا زبدة نحط كوبين تقريباً بروكلي ونحمسهم الحين راح نحط مرقة الدجاج أي مرقة إي تكون مثلاً خزينة عندكم اللي حسب ما أنتم تحبون. نضيف كوب حليب كوب كريمه ونخليه يفور ونخليه يفوح شويه الحين عقب ما فار راح نحط جبن شيدر نخليه يذوب وشوية من الفلفل الأسود وشوية من ثوم معمر الحين راح نحط طحين شوي شوي عشان بس لا يتكتل ويانا وتقدرون بعد تذوبون الطحين بالماء وتحطونه بالتدريج وتخلطون بنفس الوقت يعني بنفس الوقت تحطون الطحين بنفس الوقت تخلطون وتسوونه على حسب القوام اللي انتو تبونه بالشوربه ومسكر عليه دقيقة بس الحين عقب ما مرت دقيقة راح نحشيها راح نعبيها داخل الخبزة ونحط لها قطعتين الليمون كذي نكون خلصنا شوربتنا وبالعافيه عوده لكم ببرنامج جنون ونستكمل فقرات البرنامج المختلفه والمتنوعه ويمكن موضوعنا اليوم عن التواصل الجميل مع الاسره ومع الابناء وهذا شيء مهم جدا الكل يمكن يحرص عليه وخاصه نقول بعض الاشخاص ممكن مشغولين بمستجدات الحياه بالسوشيال ميديا وغيرها ولكن يظل فن التواصل والتعامل موجود، احنا بنشوف اسره الاعداد شم مجهزين لنا في هذا التقرير القادم. السلام عليكم، معاكم المهندسه لولو التميمي. اليوم فقرتنا عن نوع الأكثر طلبا عند البنات من فئة بين العشرين والثلاثين اللي هو النوع الريفي انزين شنو القواعد مالت التصميم الريفي أول شيء هو وجود الزرع النبات كثرة النبات في هالمكان هذا يخلي المكان يتوجه حق التصميم الريفي القش الخوص الخشبيات الفاتحة هذا يخلينا قسم البان هذا يخلينا نتوجه حق الريفي تكون الخشبيات الفاتحة نوخر عن الخشب الغامج درجات البيج كلها يعني لما أشوف مكان في بيج وفي خشب فاتح وفي زرع هذا دايركت يخليني أتوجه حق التصميم الريفي انزين أنا أحب النبات أحب البيج أحب الخوص فشلون اوزعهم على صالتي وصالتي موجوده حاليا بس مجهوله الهويه شلون انا اخليها تكون تندرج تحت التصميم الريفي اول شيء تستخدمين كوشيات فيها دناديش بيجيه تمام ما يمنع ان انا ادخل لون حدي لون واحد ما ما احط الالوان بوايد اماكن بالاكسسوارات بالسجاد طرف بالكوشيه ما اكثر الالوان في الريفي دائما يكون بيج ويكون ابيض آه هذه الدرجات ابى استخدم لون استخدمه في مكان بسيط انزين فرضنا مساع ان انا بسوي صالتي فقلنا الكوشيات اجيبهم بيج فيهم دناديش آه نحط آه أشي اشياء اللي هي حوض الزرع يكون خشبي يكون حجري آه ودائما لما احط الزرع اخذوا ثلاث مستويات مختلفه لا تخلونا كلها مستوى واحد يعني واحده كبيره اصغر اصغر اسوي قاعده المثلث تمام فاذا التزمتوا بالبيج والزرع والخشبيات الفاتحه فانت حققت التصميم الريفي ان شاء الله تكونوا من استفدتوا ونشوفكم ان شاء الله على خير توجعنا معاكم اعزائي المشاهدين وما زلنا في حلقه نون وضيفتنا المميزه الاستاذه هنوف الرشيدي مدرب في التربيه الايجابيه اللي راح تتناقش معاها في التواصل الفعال، يعطيك العافيه وحياك الله في برنامجنا نون. الله يعافيك بعد قلبي حياكم الله. يا هلا فيك استاذه يعني دائما نقول في تواصل جميل بين الاهل، بين الاصدقاء، محيط العمل، بس هل في تواصل فعال وغير فعال؟ إيه؟, ايه اكيد في ودنا نعرف المشاهد اكثر <applause> ان شاء الله نعم. اول شيء بسم الله خلينا نقول ان التواصل الفعال هو اساس كل اسره عشان تكون العلاقه بين المربي والطفل علاقه سليمه نعم. بس قبل لا يصير التواصل الفعال بين الطفل والمربي وايد مهم ان التواصل يكون فعال بين المربي ونفسه نعم صحيح يعني الام اذا تبي تبتدي ان هي تتواصل تواصل فعال مع ولدها او مع بنتها وايد مهم ان هي تكون اساسا متواصله مع نفسها آه، فهذه هي التواصل الفعال شيء وايد مهم شنو يعني التواصل الفعال آه، راح نسولف عنه اكثر بعد شوي تو قلتي شنو ممكن الواحد يتواصل مع نفسه تواصل فعال شلون يعني شلون انا اتواصل مع نفسي تواصل فعال قبل لا اتواصل مع عيالي يعني هل ابتدي اعزز نفسي اسولف مع روحي يعني شلون <applause> سالت وايد حلو آه، احنا عندنا لما نربي عيالنا يعني هذه نعمة من الله إحنا كنا قاعد نعيد تربية نفسنا نعم شنو الأخطاء اللي نسويها أو شنو الأخطاء اللي كنا نسويها نتجنبها مع أطفالنا ونتجنبها مع نفسنا إن ما نعيد نسويها مع نفسنا فاحنا عشان نتواصل مع اطفالنا تواصل فعال احنا اول شيء لازم نسويه ان احنا نتفهم مشاعرهم واحتياجاتهم فاذا احنا نبي نتفهم مشاعرهم واحتياجاتهم من باب اولى ان نتفهم مشاعرنا احنا واحتياجاتنا احنا كامهات كنساء كزوجات فهذا هو الاساس، انا اتواصل مع نفسي افهم شعوري اذا انا حسيت بخوف، اذا انا حسيت بقلق، اذا انا حسيت انه انا مقصره ليش شنو وراء هذا الشعور؟ يعني لا نخليه يمر، اي شعور يمر فيه الانسان هو يعتبر رساله او معلم نفهم شنو اللي وراه؟ أه وبالتالي احنا رح نتواصل مع نفسنا اكثر او اوكي انا حسيت شذي لاني انا تعبانه لاني انا مضغوطه او انا مثلا تصرفت بهالطريقه لان انا كنت مثلا مضغوطه من الشغل مضغوطه من الدوام فهذا تواصل فعال مع النفس بعد هالشيء نفس الشيء نطبقه على اطفالنا نتواصل معاهم نتفهم مشاعرهم نتفهم ونلبي احتياجاتهم نشبعها عشان يتحقق هذا التواصل نعم، هذا التواصل يعني يحتاج إلى مهارات معينة عشان يكون موجود وعشان يستمر أيضاً. طبعاً. نعم. طبعاً المهارات تختلف من طفل لطفل ومن أسرة لأسرة، يعني هو أساساً هو التواصل مهارة، إحنا لازم ننميها عند الطفل، نزيد من قدرتها، نزيد من فعاليتها عند الطفل، انزين، أنا شلون أنمي هذه المهارة؟ أفهم طفلي شنو لغات التواصل عنده. في شيء اسمه لغات الحب إذا تعرفون. أي نعم الخمسة. أيوه بالضبط. وفي نفسها يعني هي نفسها تقريبا هي لغات التواصل انا ولدي شلون يبيني اتواصل معه هل هو يحب اني انا اقضي وقت معه اكثر هل هو يحب اني انا بالكلام اتواصل معه فيصير في تشجيع في كلام اللي هو الافرميشن اللي انا اكد عليه الصفات الايجابيه اللي انا ابي يكون فيها هل هو مثلا يحب لغة الهدايا يحب كل فترة وفترة أهدي شيء بسيط حلو هم من هذا نفس الشيء عندنا إحنا كأمهات يعني صحيح. أنا أنا غنية وأحب الهدية أو إنه يكون عنده لغة الخدمات ماما سوي لي ماما حطي لي بس طبعا ما يكون اللي أوفر زيادة وفي لغة عندنا المجتمعات العربية هي لغة الأكل ما أدري إذا توافقوني الرأي ولا لا <applause> لما انا بنتي يمع انت يمع على الاكل او انا احبك سويت لك هالاكله صحيح. او بتنقص هالاكله تعبير عن الحب يعني أيوة. احيانا يكون عن اكله معينه مثل ما قلتي يمكن اصناف المائده ولدي يحب هالشيء بنتي تحب هالشيء الزوج يحب هالشيء فهذا الام دائما تجتهد فيه هذه لغه من لغات الحب أحب. فهذه هي طريقه التواصل مع اطفالنا ان احنا ننميها اول شيء ان احنا نتفهم مشاعرهم ثاني شيء نعرف اللغه اللي هم يفضلونها للتواصل معاهم ثالث شيء ان احنا نقدر رغباتهم واحتياجاتهم، كذي احنا نكون عززنا هذه مهارات التواصل عندهم. بالعاده يعني احنا دائما نقول الطفل يحتاج الاحترام، احترام اختياراته، احترام وقته، احترام مشاعره قبل ما اني انا ادلعه وادلله زياده عن اللزوم. صح الاحترام قيمه وايد مهمه، ومهم ان احنا نعرفها كاسره وكام كمربيه، انا لما احط قيمي حتى في بداية السنة كان في إنه مثلا اللي قاعد يحطون أهدافهم إلى آخره، بس شيء وايد مهم، إحنا قبل لا نحط أهدافنا مهم أول شيء نفهم معتقداتنا اللي مبنية عندنا إحنا كمربين، ونشوف هل هذه المعتقدات قاعد تأثر بسلوكنا التربوي ولا لا، أوكي؟ عقب ما نشوف إنه قاعدة تأثر بسلوكنا التربوي ولا لا، نحط قيمنا، شنو القيم اللي أنا أبي أمشي عليها وأأسس أسرتي عليها، ترى شيء طبيعي إنه مع الوقت القيم تتغير. يعني انا كان مثلا عندي قيمه مثلا ابي الحين عيالي يحترموني بعد شوي لا ابي ازيد عندهم الثقه فاتس اوكي مع الوقت بس مهم ان نفهم قيمنا عشان نحط خريطتنا التربويه وخطتنا التربويه. وايد حلو يعني الواحد لما يفهم القيمه اللي هو قاعد ياسس نفسه وياسس اسرته عليها وبالتالي يبتدي يحط خطته واهدافه حق مو بس السنه حق حياتهم كلهم يعني إحنا قاعد نمشي كأسرة كأنها مؤسسة وبالتالي التواصل بين أفراد هذه المؤسسة مهم جدا لكن أتوقع له عواقب أيضا صحيح؟ عواقب إذا ما كان في تواصل نعم تخيلي إنسان أنت ما قاعد تتواصلين معاه أبدا ما في حوار بينكم ما في أي تعليق ما في أي حديث ما في أي جانب مشترك نوعا ما في جانب نعم. مشتركة نعم. صحيح. فما في علاقة صحيح فتخيلوا هالشيء يصير مع المربي والطفل هالطفل إذا ما لقى أي لغة حوار أو لغة تواصل مع المربي مع الأم والأبو رح يدورها عند منو؟ عند الغريب صحيح برا فإحنا أساساً إحنا ما قاعد نشبع هالشي عنده فشي طبيعي إنه رح يلقاه برا وشي طبيعي إن إحنا ما رح نتفهم مشاعره إذا ما في تواصل ما رح نتفهم احتياجاته ما رح أصلاً يصير في بيننا وبيننا أي حوار حتى لو إحنا قلنا نبي مثلاً نعزز القيم، نعزز عند الأساليب الحلوة، السلوكيات الحلوة، ما راح نقدر لأنه ما في تواصل أساساً. مم. نعم، أستاذة هنوف مثل ما ذكرتي يمكن البعض ما عنده يعني لغة مشتركة مع أبنائه، ما يقعدون مع بعض، ما يتناقشون، ما يتواصلون، وهذا يخلي يمكن بعض الآباء أو الأمهات بالذات تفكر ليش بنتي ما تقعد معي أو ابني ما يقعد معي أو ما في تواصل بيننا. نعم، هذا التساؤل دائماً موجود. صح نعم. تذكرون اول شيء شنو قلت ان احنا لازم نفهم نفسنا اول قبل لا نفهم عيالنا فتخيلوا احنا اساسا مو فاهمين نفسنا ومو عارفين شلون نتواصل مع نفسنا ففي غضب في ضغط في توتر في قلق اكيد شيء طبيعي انا ما راح اقدر اتواصل مع عيالي انزين الانسان لما اي انسان في مجموعه دائما يكون معصب وقلق ومتوتر راح تحبون القعده معاه لا رح تتجنبونه يعني بس اخذ اللي ابي وخلاص رح اتجنبه فنفس الشيء الام والابو لما الطفل يشوف الاب دائما معصب دائما منزعج بكلمه خلاص انا مو فاضي او اللي يكون شنو راح يصير فيه؟ انه انا راح اتجنب لان انا ما ابي احس بالرفض دائما شيء بالشيء يذكر استاذة هنوف قبل فتره كان في فيديو صغير لطفل من اهل الدول الاسيويه قاعد يسالونه يعني يسالونه عن حياته ويسالونه عن نفسه فسالوه عن علاقته بامه وابوه فقال انا امي وابوي ما يحبوني فبداوا يسالونه يقولوا ليش امك وابوك ما يحبونك؟ فيقول ابوي دائما يصارخ يعصب وامي ما تضمني يعني هني هذا الواحد يبتدي يعيد على يعيد افكاره وطريقه ترتيب علاقته وتواصله مع عياله، يعني يمكن هو الطفل هذا طبعا كان عمره يعني اربع سنوات يعني فبالتالي حتى لما يتكلم يمكن الابو مو 24 ساعه معصب ولكن يمكن في حادثه حادثتين فيكون معصب، هناك فجوه ساعات تكون بيننا وبين عيالنا يكون الطفل يخاف او الولد يعني حتى لو مراهق، ليس يسوي اي شيء ما يلجا حق امه يخاف يكون يلجأ لهم يمكن يخاف من رده الفعل شلون ممكن احنا نردم هذه الفجوه كلامك عجيب آه قبل فتره كنت قاعد اقول ان احنا دائما نخاف من عمر المراهقه عمر المراهقه عمر المراهقه ودائما يعني حتى الام اللي عندها اطفال صغار تفكر بعمر المراهقه انا شلون راح اتصرف معاهم من الاساس نبتدي من الصغر لان لما نأسس صح ونبتدي علاقتنا صح ونبنيها صح ما راح نواجه عمر المراهقه، راح تصير علاقه سلسه، خلاص احنا عندنا الاساس، خلاص هم عارفين شلون، راح تصير العلاقه معاهم سلسه. الشيء الثاني ان احنا دائما افعال اطفالنا شنو نعطيها؟ رده فعل ردة فعل ليش؟ بسرعه. ما عندنا الوقفه اللي انا ابي اطلع فعل نابع من داخلي. يعني اعطيه رده فعل على تصرفه، خلينا نقول مثلا في كوب وطاح وانكسر شنو ردة الفعل سريعه يعني على طول لا شيله وطيحته و... ليش حقي ايش في ايوه ما نعطيهم فعل نابع اوكي طاح انكسر هذه اول مره ومره ثانيه ما راح يطيح يكسره فما نعطيهم فرصه ان اول شيء انا اطلع فعل نابع من داخلي مو رده مو رده فعل على فعله شيء الثاني ما نعطيهم فرصه ان يتعلمون من الغلط يبيهم من اول مره يضبطون هالشيء، والحياه مو كذي ابدا نعم. راح تعطيهم يعني اكثر من عقبات واكثر من احيانا متحبتي. ردود الافعال تكون اكبر من الفعل بحد ذاته، والطفل يمكن ما يستوعب رده الفعل هذه، احنا بناخذ منك معلومات اكثر شاء الله. بالكلام الجميل والسلس منك ولكن بروح فاصل وبرنامج نون رجعنا معاكم اعزائي المشاهدين وما زلنا في حلقتنا اليوم من برنامج نون ونتكلم عن العلاقات والتواصل بين الاهل والابناء المربي و المتربي ومعنا الأستاذة هنوف الرشيدي تحاورنا في هذا الموضوع ورجعنا معاك أستاذة هنوف ودائما إحنا نقول علاقة الأهل بعيالهم دائما إحنا نحط بالنا أن إحنا ودنا تكون علاقة من أفضل ما يكون العلاقة اللي هي التامة المثالية لكن ممكن الواحد يقول أفضل علاقة تكون علاقة صحية بين الآباء وعيالهم متى نقول هذه علاقة صحية؟ اوكي اول شيء ما في علاقة آه، ما فيها تحديات. اوكي على قولة ولدي قبل فترة قاعد يقول يقول لي ماما عادي خد تصير في اخطاء آه، مو عشان نتعلم من الاخطاء ماما هو قاعد طبعا قاعد يبرر حق نفسه نعم صح <applause> بس يعني صح كلامه انه يعني لو ما في اخطاء ما في تحديات احنا شلون بنتعلم؟ شلون بننضج؟ شلون بيصير عندنا وعي اكثر؟ شلون بنوسع مداركنا؟ فالعلاقة فيها تحديات مستحيل علاقة تربوية أو رحلة تربية ما فيها تحديات ما فيها عقبات فالبحر التربية مستحيل ما يكون فيه أمواج بس وين الصح؟ احنا شلون نركب هذه الأمواج؟ بخبرة بثقة عندنا توسيع مدارك وعندنا وعي فالعلاقة فيها تحديات بس متى تكون هذه العلاقة علاقة صحية؟ مهم أن تكون علاقة تلبي الاحتياجات مو الرغبات في فرق كبير الاحتياجات، احتياجات وايد بقول لكم منها وطبعا هذه منها ويندرج تحتها، عندنا الانصات التواصل اللعب العفوي الغير منظم، انا ما اقعد العب معاه واقول له لا, لازم تسوي كذي كذي، لا اخليه على راحته. عندنا القدره على الاستكشاف، الحكم الذاتي انه هو ما ينطر احد او الاستحسان من الغير، ما ينطر الرضا من الغير، هذا شيء وايد مهم، يكون عنده القدره انه هو يحكم على ذاته. الانصات التواصل التفاهم الامن الامان هذه وايد وشيء بعد وايد مهم عشان لا نقول ان احنا قاعد نربيهم على الدلع وانا افضل مفهوم الدلال مو الدلع المهم انه يكون في قواعد يكون هو عارف الحدود نرسم له الحدود ترى هذه الحدود هذه القواعد فتنمي عنده روح المسؤوليه تنمي عنده روح فهم الحدود الاخرين هذه بس احنا نلبي هذه الاحتياجات كذي احنا راح نكون في علاقه صحيه مع اطفالنا قاعد نلبي احتياجاتهم قاعد نتفهم مشاعرهم قاعد نلبي رغباتهم المدروسه كذي علاقتنا تكون صحيه في تواصل في تفاهم نعم ايضا ممكن في نوع اخر من العلاقات بما يسمى العلاقه الامنه شلون تكون عندنا علاقة آمنة مع الآباء مع الأبناء العائلة بشكل عام وتكون مثل ما قلتي بشكل صحيح أوكي. العلاقة الآمنة أساسها التعلق الآمن اللي هو يكون من الصغر فأي أشياء تصير وإحنا كبار يكون يعني سببها التعلق يكون جذرها والسبب الأساسي لها هو التعلق في الصغر العلاقة بين الطفل وأمه حلو ففي تعلق آمن في تعلق غير آمن التعلق الغير آمن ثلاث أنواع اما التعلق الامن هو التعلق اللي الام فاهمه في مشاعر طفلها عارفه شلون تتجاوب معه عندها تفهم عندها درايه للامور عندها القدره ان هي تلبي احتياجات طفلها وتلبي رغباته هني يعني الطفل رح ينشا طفل واثق من نفسه طفل فاهم حدوده طفل عارف احتياجاته عارف رغباته فاهم مشاعره يعرف يسمي مشاعره فلما يكبر علاقاته مع الناس رح تكون علاقات امنه راح يكون في تعلق آمن أنا عارف منو أنا وعارف منو الناس أما إذا كانت الأم في الصغر مو كذي آه راح يصير عندنا تعلق غير آمن ونقطة وايد مهمة الأم إذا كان عندها تعلق غير آمن هي وهي صغيرة كان عندها تعلق غير آمن نعم. فالمربي اللي يجرح هو أساسا مجروح فالتعلق الغير الآمن ثلاث أنواع اللي هو التعلق التجنبي التعلق المتناقض والتعلق الغير منظم هذه ثلاث أنواع من التعلق الغير آمن نعم شلون ممكن يعبر عنها ولي الأمر إذا كان عنده تعلق غير آمن مثلا أو الطفل ممكن نأخذ مثال على ذلك التعلق الغير آمن اللي احنا قلنا ثلاث أنواع التعلق التجنبي هو اللي ما يكون في علاقة بين الأم وطفلها الأم ما تكون على تواصل مع الطفل غالباً تكون مو موجودة تهدد بعدم تواجدها فلما يكبر الطفل شنو راح يصير؟ راح يصير خايف، متوتر، قلق، عنده تعلق شديد، ينطر انه يصير عنده رضا واستحسان من الناس. التعلق المتناقض الام غالبا تكون حساسة، في اعتقادها ان هي ودها تلبي رغبات واحتياجات طفلها بس مترددة ما تعرف. فالطفل نفس الشيء راح يكون عنده قلق، راح يكون عنده غضب، ما راح يفهم شعوره، ما راح يعرف متى يعبر عن شعوره، متى يكتم شعوره، راح يصير عنده عزلة، راح يصير عنده انطوائية. وغالبا العزله والانطوائيه والتفرد بالمشاعر تكون عند كل انواع التعلق الغير امن. من الاشياء اللي قلتيها استاذه نوف يعني ولفت انتباهي ان المردود يعني ان الطفل دائما يطلب استحسان الغير وهذا ممكن ايضا الام يعني او الوالدين في تواصلهم مع الطفل اذا ما سويت شذي راح ازعل منك او ما احبك ابتزاز العاطفي اي نعم فيعني <applause> هذا نوع من انواع التواصل يمكن السلبي اللي يكون انا على طول اخليه أه تحت التهديد تحت التهديد. إيه؟ يعني انا مثلا فيبتدي هل هذا تعلق غير امن اتوقع مو كذي؟ اي من انواع التعلق الغير امن لانه هو اساسا اول شيء في ابتزاز عاطفي، انا حبي لك مشروط سويت شذي انا رح احبك ما سويت شذي انا ما رح احبك فهذا من انواع التعلق الغير امن فلما يكبر الطفل رح يظل هو في دوامه انا لازم دايما اصير الاحسن انا لازم اعطي انا لازم اسوي حق الناس بس عشان شنو القى الحب منهم فانا حب الناس مرتبط بالاشياء اللي انا اسويها لهم او الخدمات اللي اقدمها لهم فاكيد هو اساسا من الصغر ويكبر مع الانسان نعم يمكن ناخذ جانب ثاني ذكرتيه قبل شوي وضع حدود وقواعد في البيت للاطفال بشكل عام عشان ما يتعدونها استاذه بعض الاطفال مثلا يعاقبون لشيء هم ما يعرفون السبب وهذا جدا الطفل ضايقه يعني هو معاقب بس ما يدري ليش انا شنو سويت او شنو سبب العقاب او اذا فعلت هذا الفعل شنو الضرر اللي ممكن ياتي علي الطفل الان يحب يفهم وبصراحه ويحب يعني مثل ما قلتي ينحط له اساسيات في البيت. في طينين ترى اليهال نعم. فيهم ما نعم. شاء الله فطنه فاهل الحدود والقواعد لما نحطها نوصل لشيء اسمه عواقب مو مو عقاب لا هذه افعالك هذه نتيجتها اختار تبي كذي ولا ما تبي كذي مثلا ماما ما راح اطلع من البيت مو لأ لابس جاكيت بس برا برد راح تستمرض لا ابي اطلع بدون جاكيت أوكي. طلع بدون جاكيت شنو صار استمرض فهم فلما يرد مره ثانيه خلاص ماما ترى برد برا خلاص يلبس جاكيته فاحنا هذه قاعد نتعلم من اخطائهم شيء وايد مهم بعد ذكرتي ان الياهل يبون يفهمون فأول اول شيء قلنا ان الياهل يتعلم من اخطائه وهني احنا تي شطارتنا احنا كمربين ان نفهم ورا السلوك ما نشوف بس سلوكه اهو اوكي هو معصب هو طق ليش شنو وراء هالسبب شنو وراء هالشيء اللي سواه نفهم وراء السلوك وما نعتمد على السلوك فقط أه سادة هنوف يعني من القواعد اللي قاعد تكلمون عنها قبل شوي انا وزميلتي ريم كنا عن بعض اللوحات الموجوده اللي قاعدة الحين ايضا نشوفها في بعض الاسواق وتنباع اللي هو دستور المنزل ان لوحه تعلق في البيت وفيها دستور للبيت ان احترام الاخر وغيره هل هذه تعتبر من انواع التواصل الايجابي حلو سؤالك دستور البيت لو نشوفه ونسوي له زوم راح نشوف ان كل اللي مكتوب فيه قيم نعم فاهي قيم يمشي عليها البيت غير القواعد هذه القيم وايد حلو لما تجتمع الاسره مع بعض ونقعد كلنا مع بعض ونشوف كل واحد شنو مهم عنده انا مهم عندي الاحترام انت مهم عندك الثقه انا مهم عندي الصحه انا مهم عندي اني اتواصل واسولف معاكم هذه كلها قيم نجمعها مع بعض ونحطها كدستور للمنزل أما القواعد، القوانين، هذه أشياء مختلفة عن الدستور، مختلفة عن القيم، هذه أشياء أصلاً تتغير مع سن الأطفال، كل ما كبروا شوي نبي نحط لهم شيء معين يناسب نبي عمرهم ومرحلتهم بالضبط، بالضبط وتكون مناسبة لفهمهم. نعم. أيضاً عندنا الأمور اللي لازم نحطها بالاعتبار مع علاقة الأهل وعيالهم، يعني مثل شنو؟ <applause> الاحترام. الاحترام. أه طبعا هذا يختلف من بيت إلى آخر بس أنا أعتقد أن كل علاقة بين الأم وطفلها أو المربين وأطفالهم تكون مبنية على الاحترام الشيء الثاني أه تلبية الاحتياجات وايد مهمة أنا ألبي احتياجات ترى حتى اليهال نوعا ما يلبون احتياجاتنا في الأمومة صحيح يعني نعم. يلبون احتياجاتنا مرات لما نلمهم احنا نحتاج هاللمة اكثر صحيح منهم صحيح. نعم. فهذا الاحترام المتبادل تلبيه الاحتياجات المتبادله هذا شيء وايد مهم في العلاقه والاهم التواصل صحيح شكرا لك ولحضورك اليوم في برنامج جنون وذكرت يمكن كلمه طيبه جدا وهو الاحترام الاحترام هو اساس جميع العلاقات استاذه يعني مو بس مع الابناء مع الزملاء مع الاهل الاصدقاء الصداقات الجميله طويله الامد تبنى على الاحترام ايضا شكرا لك يعطيكم العافيه الله يعافيك استاذه هنوف وشكرا لتواجدك معنا وللتواصل الفعال اللي كان بيننا وبينك وبيننا ايضا وان شاء الله المشاهدين يكونون ايضا معنا في هذا التواصل الفعال حلقه اليوم كانت جدا مميزه مع استاذه مميزه وان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها تحاتون عندنا حلقات قادمه ومواضيع اجمل من اعداد فريق الاعداد فمننا احنا كلنا اليوم نتمنى لكم اجمل وقت واجمل تحايا وفي حلقات قادمه